15 ثانية و 36 جزءا من الثاني. تهانينا والف مبروك. شوطنا القادم ينطلق والزميل صالح الكربي. شكرا وليد العنزي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات أبناء القبائل وسن الجذاع في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الرابع والعشرون الخاص للقعدان من مسافة 6 كيلومترات نسير، مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار وعن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول الأسماء ومع أول المراكز. يتقدم هنا حطاب بشعار ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، يقدم لنا حطاب مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. هنا موج بشعار نابت بن محمد العامري يتقدم مع ثاني الأسماء مع ثاني الانطلاقات. ثالث المراكز وصل القادم مع ثالث التحديات، عديم بشعار ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. ورابع الأسماء من تسلل إلى ثالث المراكز، الأسد بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري. وخامس المراكز وصل القادم مع خامس المراكز، ام عيشيق بشعار محمد بن قانم بن علي بن حموده الظاهري، يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المنطلقة. نعود الى البداية والى الصدارة الى اول المراكز. هناك حطاب مع البداية بشعار ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، يقدم لنا حطاب مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز المتقدم الأسد بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، يقدم الأسد مع ثاني الأسماء ومع مركز الوصافة. ثالث المراكز القادم عديم ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل معيشيق بشعار محمد بن قانم بن علي بن حمود الظاهري، يقدم لنا معيشيق مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل القادم والمنطلق مع خامس الانطلاقات، القادم نهاب خليفة بن سلطان بن ضابط الضابط الدوسري، يقدم لنا نهاب مع خامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية، إلى أول الأسماء. من يقود هذه الأسماء وهذه الشعارات وهذه المسيرة الأصيلة؟ هنا حطاب ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يتقدم مع البداية من بداية الانطلاق، وهو متربعا على عرش الصدارة ويقود هذه الأسماء وعلى رأس حربة هذا الشوط. حطاب بشعار ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. ثاني الأسماء معيشيق بشعار هنا شعار محمد بن قانم بن علي بن حموده الظاهري، يتقدم مع ثانية الأسماء، يقدم لنا معيشيق. ثالث المراكز المتقدم الأسد فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، يقدم الأسد مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادم عديم ناصر بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، يتقدم مع رابع المراكز، ولكن تسلل القادم المفتي بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، يتقدم مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز وصل القادم والمنطلق مع خامس المراكز. هناك مخزوم بشعار حمد بن ضعيف الاكتبي، يتقدم مع خامس المراكز، يقدم لنا مخزون مع خامس التحديات ومنتصف المسافة. 3 كيلومترات انقضت ويتبقى لنا 3 كيلومترات
أخيرة وخطيرة وعود إلى الصدارة، لا زال على الصدارة. هناك حطاب ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، هل يحافظ حطاب أم هناك رأي آخر من قبل هذه الأسماء وهذه الشعارات؟ حطاب يتقدم بشعار ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مع أول الأسماء وأول التحديات، ثاني المراكز معيشيق بشعار محمد بن قانم بن حمودة الظاهري يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات، ثالث المراكز المفتي بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي مع ثالث الأسماء وثالث التحديات، رابع المراكز مخزون غادم مخزون بشعار حمد بضعيف بن حمد الكتبي يتقدم، هنا شعار بضعيف مع مخزون حمد بضعيف بن حمد بن غدير الكتبي مع خامس المراكز. ولكن بدأت الأسماء، بدأت الشعارات بالاغتراب، وصلت الأسماء غادمة من أجل الفوز من أجل الانتصار، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية إلى المقدمة وإلى الانطلاق الأول. حطاب على الصدارة، ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يقدم لنا هنا حطاب مع البداية مع أول الأسماء، ثاني المراكز معيشيق بشعار محمد بن غانم بن حمودة الظاهري مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وصل القادم المفتي أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، وأيضا بضعيف غادم مع مخزون حمد بضعيف بن غدير الاكتبي يتقدم مع رابع المراكز، ووصل الكايد أول ندى وأول إذاعة القايد جابر بن فهيد بن محمد آل زبدان المري يتقدم مع رابع الأسماء، خامس المراكز وصل المتقدم نهاب حمد بن حميد بن سالم الدرعي يتقدم مع نهاب مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ولكن أعود مع الصدارة مع الانطلاق الأول، حطاب حطاب على الصدارة، حطاب على الانطلاق الأول، ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري بدأ بالانطلاق، بدأ بالاندفاع، والكيلو متر الأخير والكيلو الخطير، حطاب يستفتح أبواب الكيلو متر الخطير، ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري ثاني المراكز، وصل معيشيق محمد بن قانم بن حمودة الظاهري مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز الكايد جابر بن فهيد بن محمد آل زبدان المري، رابع المراكز شعار محمد بضعيف الاكتبي، خامس المراكز وصل القادم نهاب حمد بن حميد بن سالم الدرعي قادم مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة، حطاب حطاب ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، ولكن غير مخزون حمد بضعيف بن غدير الاكتبي يتقدم، حمد بضعيف مع الصدارة مع الانطلاق الأول، يقدم لنا مخزون ثاني الأسماء من الجانب الآخر المنطلق مع ثانية المراكز. أرى الأسماء والشعارات، وصل القادم مع ثانية المراكز من غير إلى الصدارة، مشاقب مشاقب بشعر محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الكتبي، وأيضا المتقدم مع ثانية الأسماء شاهين محمد بن راشد بن عبد الله بن ضبيعة الكتبي، ولكن هناك مشاقب محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الكتبي بالضبيعة يحاول اللحظات الأخيرة، شاهين شاهين محمد بن راشد بن عبد الله بالضبيعة الكتبي، تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن راشد بن عبد الله بالضبيعة الكتبي، والسلام إلى نزوة، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل مشاق محمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الكتبي، وثالث المراكز شعار حمد بضعيف الاكتبي، ورابع المراكز وخامس الأسماء سوف نتعرف عليها في الإعادة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين، والتوقيت الزمني 9:15:82، تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن عبد الله بضبيع الاكتبي، ثاني المراكز وصل مشاقب 9:15
15 ثانية 96 جزء من الثانية. تهنين وناموس لمحمد بن سالم بن حبروت بن سلطان الاكتبي ثالث المراكز. وصل مخزون التوقيت الزمني 9 دقائق 16 ثانية 54 جزء من الثانية. تهنين وناموس لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي رابع المراكز. ووصل هنا مخلص بشعار مبارك بن مظفر بن محمد بن خموش العامري وخامس المراكز. ووصل سياف زيد بن محسن بن نديلة. فتهانينا والناموس للجميع.